السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في المعجم القانوني العملي للسادة القانونيين. اللغات القانونية، اللغة التقنينية، لغة التقنينات، لغة التشريعات، لغة القانون، لغة الشريعة، لغة التشريع، مجموعة من المصطلحات نريد أن نحررها ونريد أن نقف على مبادئها وعلى نظامها وعلى تنظيماتها وعلى واقعها الوظيفي التطبيقي في عالم القانون والتشريعات القانونية. ولكي نرسم خريطة لهذه التعريفات الكثيرة، دعونا نبدأ الشوط من أوله. في المبدأ هناك اللغة العربية العتيقة. ما هذا الوصف يا دكتور محمد؟ العتيقة، اللغة العربية العتيقة هي التنظيم اللغوي العربي الأول، ولها أيضا جذور وامتدادات. وما يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول إنها أصل اللغة العربية التراثية، اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم والتي جاءت عليها الأحاديث النبوية الشريفة وسيقت بها لغة الآداب والأشعار والأخبار والآثار ولغة الحضارة العربية الإسلامية. هذه تسمى اللغة العربية التراثية. وإن أطلقنا مصطلح اللغة العربية فإن هذا بالضرورة ينصرف إلى اللغة العربية التراثية. إذن لماذا ذكرت اللغة العربية العتيقة؟ ما ذكرتها عبثا، ولكن ذكرتها لملمح ما، باعتبار ما، أنها لغة سماعية، لغة تعبر عن القبائل العربية، وكل ظاهرة من اللغة العربية التراثية التي جاء عليها القرآن وأتت بها نصوص الأحاديث والآداب والشعر العربي والتراث العربي القديم والتراث العربي الإسلامي، إن وردت ظاهرة في هذا التراث غير قياسية وغير معللة فإننا نقول سماعية. ما معنى سماعية؟ أي هكذا نقلت عن العرب ومصدرها هو الاستماع والنقل. من اللغة العربية العتيقة، فاللغة العربية العتيقة ليست بالضرورة لغة قياسية، وليست هي بالضرورة لغة مقيسة أو لغة قياسية، ولكنها لغة اصطلاحية عرفية تواضعية تواضع عليها أهلها القبائل العربية. وهذه اللغة من آثارها الأضداد، أي إن اللفظ يدل على المعنى وعلى ضده. ودائما ما نضرب مثلا لذلك بقولنا جلل، أمر جلل، فالجلل يعني العظيم والهائل والكبير، والجلل تعني النذر اليسير والحقير. وكذلك قر تعني الحيض وتعني الطهر. والجون، الجون أيضا مصطلح يعني البياض ويعني السواد. فأمثال هذه الظواهر يسمى الأضداد، أي إن اللفظة الواحدة تحمل المعنى وضده. وهذا قليل في اللغة العربية التراثية، إلا أنه منقول لنا من اللغة العربية العتيقة. وهناك ظواهر أخرى أيضا، مثل ظاهرة همز الإزالة. ظاهرة همز الإزالة أي إن الهمزة إن دخلت على لفظة قلبت معناها. ومن ذلك أعتب، أعتب أي أزال العتب، ومنه أعجم أي أزال العجمة، وقد أعجم الألفاظ أي أزال عجمتها، وإلا فإن العتب هو العتاب، والإعجام هو تعمية الشيء بنفي البيان عنه وجعله معجما مبهما، ولكن الهمس هنا هو همز الإزالة. وكذلك في قول أشفاك الله، أي أزال الله شفاءك، والأصل أن تقول للمريض شفاك الله ولا تقل له أشفاك الله. فهذا هو محط ذكر اللغة العربية العتيقة أو القديمة.